جزاكم الله خيرا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هل المقصود بهذا الصيام صيام الشهر كاملا، أو يوما بعد يوم، أو الاثنين والخميس؟ جزاكم الله خيرا. نعم، صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. والصيام ما يحصل به المقصود، سواء كان أياما أو شهرا أو ما تيسر مما يحد من شهوة الإنسان ويضعف فيه الشهوة التي يخشى عليه من فتنتها، فيصوم بقدر الحاجة، بقدر ما يحد من شهوته. نعم.